They gave antibiotics. Okay. And حطوه على بروستاجلاندين. رغم انه ما عندهم ايكوكارديوغرام، ما عندهم يعني اشياء، كان الحالة coarctation of aorta، يعني الأورطة ضيقة. They suspected this case. Okay. وحطوه على بروستاجلاندين وقالوا بس suspecting، ما سووا ايكو ولا شيء. وحولوه. هذه giving the prostaglandin is a saving life. This is what saved his life. لأنه خلى ال PDA، تعرفوا ال PDA؟ patent ductus arteriosus. Okay. خلى ال PDA يشتغل مكان الأورطة. Okay. هذا يعني لما يجيك طفل وزي كده أنت تفكر ب، لما يجيك واحد زي كده تفكر إنه مثلا تروما صار له ولا infection ولا. But a good pediatrician, he should think about everything. Okay? أنت لازم تفكر في كل شيء، مو لازم تشخص إنه هذه الحالة coarctation. المهم تنقذ الطفل وتحوله للمكان المناسب عشان يتم التشخيص في المكان المناسب. Okay? ف this is the aim of the training. To make you a safe pediatrician. كيف سؤالك يعني كيف ندخل ال residency program؟ بعد ما تتخرج من هنا إن شاء الله بامتياز، لازم امتياز، تقدم على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهذه متطلباتهم أخذتها من الموقع حقهم، الشهادة وال الإكزام حق السعودي license exam اللي هو SLE، اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تعدي الإكزام وكوبي اوف يور اكاديميك ترانسكريبتس و 3 ريكومنديشنز فروم ذا بيدياتريكس اثناء الامتياز. لما تشتغل في الامتياز في الروتيشن حق الاطفال تاخذ 3 ريكومنديشنز، تخلص الانترنشيب كمان شهادة الامتياز والايدنتيفيكيشن كارد و 3 فوتوز. اتس سو سمبل. وطبعا في انترفيو كمان دحين ريسنتلي سووها في الهيئة السعودية. And you will meet pediatric staff وبس يسألوك يعني ليش أنت تبغى التخصص هذا. في مراكز كثيرة في السعودية to train pediatric residency program. في الرياض عندك مستشفى اليمامة، الحرس الوطني، مدينة الملك فهد الطبية التخصصي، الجامعي والملك سعود والعسكري وقوى الأمن. وإن شاء الله ريسنتلي حنكون نحن كمان يعني بعد ما نفتح المستشفى. في منطقة، يا تفضل. هل يقبل مستشفى المستشفى؟ نعم؟ هل يقبل مستشفى المستشفى؟ هل يقبل مستشفى؟ الأهداف في كل المستشفيات واحدة. سواء مستشفيات وزارة الصحة أو التخصصي أو العسكري أو الحرس أو قوى الأمن. الأهداف هي أهداف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. والمطلوب من كل مستشفى انه يحقق هذه الاهداف. اوكي؟ لازم تمر بكل الروتيشنز اللي حددتها الهيئه السعوديه. يعني مثلا تمر بالبيدياتريك جنرال بيدياتريكس، لازم تمر بالكلينيك، لازم تمر بالاي ار، بالكريتيكال كير، بالنيورولوجي. ف تمر فيها. اللي يختلف النظام حق المستشفى. اوكي؟ وتطبيق المستشفى للنظام. أنا معظم المستشفيات اللي أشوفها دحين أنا أشوفها they are fair enough، يعني they are excellent. طبعا تختلف يعني في بعض المستشفيات التخصصية تكون أفضل لأنه إمكانياتها أفضل، الفاسيلتيز اللي عندهم أفضل، الدكاترة ممكن يعني أفضل، نوعية المرضى اللي يجوا للمستشفى أفضل. أوكي؟ فأنا أعتقد أنه كل واحد they are almost all the same. اوكي. ايوه. اوكي. برضو في مراكز صحية أو مراكز تدريب في مناطق ثانية. الريزيدنسي بروجرام از 4 ييرز والسنة الخامسة تكون فترة اختبارات، يعني البورد والبارت 1 وبارت 2 زي كذا.
طبعا في رسوم لازم تاخذها الهيئه السعوديه، وهي كل سنه تزيد. اول ما دخلت كانت 1500، الحين وصلت 5500. انتم لما تيجوا يمكن تصير 20000 ولا 30000. موقع الهيئه السعوديه فيه له تفاصيل اكثر عن التدريب بعد التخرج، والاعضاء المسؤولين عن التدريب والمراكز، وفي كتيب كمان يشرح لك بالتفصيل ايش تاخذ اثناء سنوات التدريب. في اي سؤال ثاني؟ تفضل. لازم ايه برنامج؟ في العرب بورد، في دحين هذا اللي تدخله من الهيئه السعوديه اسمه السعودي بورد. في العرب بورد كمان، بس برضه يكون عن طريق الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه. في كمان البورد الاردني، يعني في فورين بوردز، بس انا تكلمت لك عن البورد الموجود في الدوله والمعترف اللي هو البورد السعودي. نعم؟ they are almost all the same يعني. البورد السعودي شيء جديد ومعتمد يعني في دراسته على الكثير من التخطيط الغربي او البورد الكندي والامريكي، فيعتبر مودرن ويعتبر مور فير ذان اذرز. البورد العربي والبورد الاردني تحسوا دقه قديمه شويه، بس they are strong also. They are almost the same. They are almost the same. الحين البيدياتري كمان وين ناخذ في اي مستشفى تدريب بيدياتري؟ ناخذ في اي مستشفى؟ حاليا في الكليه، حاليا حناخذ ان شاء الله في مستشفى اليمامه وفي مستشفى الشميسي. مستشفى اليمامه الاهلي هذا ولا؟ لا لا لا. وين؟ مستشفى اليمامه هو مستشفى النساء والولاده والاطفال التابع لوزاره الصحه. متخصص في النساء والولاده والاطفال. وفي الشميسي، مستشفى اليمامة على طريق الإمام شافعي في مع خريص. أيوه هي هناك، يعني مستشفى جيد يعني يعتبر. في سؤال ثاني؟ نشكرك يا دكتور على الحضور، أتمنى تكون استفادوا في اللقاء. هذا طبعا تكريمي. الله يخليك. جماعة النشاط طبعا برئاسة خالد اللينجي. ما شاء الله. شكرا لك. شكرا. شكرا. شكرا.